مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر الثاني من ملعب الجنوب. كل شيء كيجري، كل الناس في الأرض في انتظار حصول المشجعين ديال المنتخب الوطني على التذاكر اللي اعلنت عليها الجامعة بأنها غادي توزع التذاكر بالمجان الساعة 10 صباحا، ولكن راه الآلاف كاينين هنا في جنبات ملعب الجنوب كينتظروا التذاكر. فلا بقى الحال على ما هو، والناس غادي يجيو ثاني الصباح واش غادي يبغيو ياخذوا التذاكر ديالهم، فغتكون كارثه. كلشي كيجري على اليمين، كلشي كيجري على اليسر، كلشي كيجري الفوق، كلشي كيجري لتحت. المهم الروينه واقعه، كلشي باغي التذكره ديال المقابله. هناك كذلك حتى النساء جاو كيقلبوا على التذاكر، هذا من الحق ديالهم. حنا كنعملوا هذا المباشر على الاقل باش نوصلوا الصوت ديال خوتنا باش يجيو المسؤولين ديال الجامعه الملكيه. شوف 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 شنو غايبان لك، الناس كلهم غادي يبان لك يجريو. شوف خاص المسؤولين ديال الجامعه انهم يتدخلوا في اقرب وقت، يجيو يحضروا باش يكون واحد النظام. وكذلك يتم توزيع التذاكر الان ماشي حتى 10 الصباح، لان العشرة غادي تولي على الاقل. الان كاين واحد 7000 6000 ديال الجمهور، فمع 10 الصباح فغتولي واحد 20 ولا 30000، لان كاين عدد كبير كبير جدا ديال المغاربه اللي جاوا باش ياخذوا تذكره. واش الصفقه داج؟ شنو دار معكم الشوف؟ والله ما عرفتش. عطيني واحد دقيقة، الله يخليك، واحد دقيقة. نبغينا نوجه غير واحد النداء للمسؤولين ديال الجامعة. شنو 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 داروا معكم؟ لأن كنشوف النص كيمشي لهاد الجهة والنص كيمشي للجهة الأخرى. هاد الشيء هذا هو سؤال آخر، لأن الجامعة قالوا 10 الصباح. أنا غنقول لك الجامعة. جاوب عندي. أنا جاي، أنا جاي من النهار. مروان راه كنعيط على خالد. اليوم عطيناهم تيكات اللي جاي من المغرب، انا جاي من نهار السبت، السبت ما دخلتش، جيت لهنايا الجنوب، نزلت من المغرب مع 10، وصلت مع 11 لهنايا، لقينا هنا 3 4 جاو عندنا ما كاينينش التيكات اللي كانوا تفرقوا. دابا تقريبا شحال ديال الجمهور كاين هنا؟ وحسب انت شي 10000 كاين هنا. إذا بقينا حتى 10 الصباح شنو غتولي؟ شنو غتولي؟ وشوف انت غتولي 70000. اسمع المسؤول الجامعي، هادشي اش كنقولوا بان خاص الان يتم توزيع ديال التذاكر باش ما تكونش الكارثه، باش ما يكونش واحد الاكتضاض كبير ديال الجماهير، لان الان راه تقريبا راه واحد 7000 وكل دقيقه كيتزادوا جماهير. فغادي نرجعوا للجهه الاخرى، لان جنبات ديال ملعب الجنوب باكملها فيها اكتضاض. دابا الان كنتكلموا على واحد 8000 ولا 9000 ديال الجماهير، فغادي يزيد تالي الوقت غادي يتزادوا تالي الالاف، وتما غادي تكون فوضى كبيره. ها هما تالي كيجريو، راه كيجريو. المساكن كلشي غادي يتعذب، دابا كلشي كيجري، حتى واحد ما عارف فين غادي يمشي. بوليداتهم بعيالاتهم برجالاتهم كلهم. فاهم نجرو من قلت وكاين المساكن تاع عيالاتهم. هما جاو غنشد الصفا، شد الصفا لهنا عند البوليس وغنمشي للهين ولا نمشي للهين. وكاين هما غايقول لك حنا قلنا لكم، غايقول لك حنا قلنا لكم 10 الصباح. جو توجور جو سو مون بارتي دورمي وكاردي لو ماتش دو لا فان دو زون تو سامبلومون. للاسف للاسف ما كنتمنى وانه والله. نعم ا جروب هذا كامل، هذا كلهم دي مامون افيك اونفون لا با روغا. شنو عندهم؟ شوفوا كلهم مغاربه، هما مساكن هما خرجوا من الزحام جايين جالسين بوحدهم. راهم لان راه وقعت المضاربه تما. اي راه خايفين من الجناوه، خايفين من الكريسات، خايفين من كل شيء. وليداتهم راهم
دي جروب دو فامي هاما دي فام هاما عيالاتنا مواتنا خواتاتنا خوالاتنا هاما كلهم الكاس بغينا نديرو الكاس شنو الكاس غندير؟ الكاس ديال فنتمناو مشاهدي قناة شوف تيفي ان مواتنا مواتنا عيالاتنا كلهم هنا اش من نظام عندنا في الجامعة نعم بيتين دابا والبرد بيتين والبرد نعم خارجين مع 8 ديال باش ياخذوا تكيته مع 10 الصباح تنظموها قدوها هاي هاي باش تكتب هذيك باش نخرج باش تاكوزين لي ماروكان لو مامون لو سور وين هي سوليسيون فكيف قلت لكم بان كنحاول ان نوصلوا المعاناه ديال خوتنا اللي كاينين الان اللي كلهم باغيين يكونوا ان شاء الله يوم الاربعاء في المقابله اللي غتجمعنا مع بطل العالم اللي هو المنتخب الفرنسي كلشي باغي يحضر كلشي باغي يشجع لان بهذا الجمهور وصلنا لهذه النتيجه بالجمهور المغربي وصلنا للنتيجه اللي حنا واصلين لها الان اللي هو لعب مقابله ديال النصف النهائي والمقابله اللي غادي تاهلنا النهائي بهذا الجمهور هادو كاملين باغيين يكونوا ان شاء الله فقط ما بغيناش غير الناس خوتنا يتعذبوا ما بغيناش يبقوا بيتين هنا في الليل لان صحيح بان كان بلاغ على الساعه 10 صباحا غادي يتم توزيع التذاكر ولكن العدد اللي كان غادي يجي الصباح راه جا النص ديالو دابا والنص اخر ثاني غادي يجي مع 10 الصباح ولكن واش التذاكر غيكونوا كافيين وكيفاش غادي يتم التنظيم ديال الجماهير ما عرفتش انا ما عرفتش لان الان كاينه فوضى كل واحد غيقول لك انا الاول اللي جيت يعني على الاقل كان يتم يعني يكون رجال الامن يكون في العلم ديالهم بان غادي يكونوا توزيع التذاكر هنا الامن كيقول لك بان احنا ما فخبرناش حتى باش يكون واحد النظام ما كاينش كل واحد غادي يقول لك انا الاول اللي جيت كيفاش غادي دير لها اش من تخرجه غادي دير لها بارطاجيو الله يخليكم باش توصل على الاقل شي مسؤول في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مشكورين على المجهودات اللي قاموا بهم ومشكورين على المبادره اللي قاموا بها لان غادي يتم توزيع كذلك التذاكر على المغاربه اللي غادي يجيو ان شاء الله يوم غد تقريبا الخطوط الملكيه المغربيه وفرات 36 طائره اللي غادا توصل لهنا لقطر وغادي تحصل التذاكر ديالو من المطار فكاين عدد كبير ومهم اخر هنا في قطر هنا في ملعب الجنوب